بسم الله الرحمن الرحيم. مجدي راشد المحامي بالنقد والمرشح نقيبا لمحامينا مصر. سبق وأن قام المدعين بالحق المدني باختيار ضمن مجموعة من الأساتذة الأفاضل لنتولى أمر الدفاع في دعوى الرد نظرا لما لها من أهمية خاصة في هذه في الفصل في القضية الأصلية. وفي الجلسة السابقة تم تأجيلها لجلسة اليوم، فوجئت أن هناك إجراءات مريبة. أول حاجة كان يجب أن تتم تمسكا بقرار إضراب جميع شباب محامين مصر، أن يتم إثبات الإضراب في هذه الجلسة. ما فيش حاجة اسمها قضية مهمة وقضية غير مهمة. النهاردة طول ما احنا ما بنفرط في حقوق المحامين لا تعليق، كان اول اجراء يتم التمسك والانضمام للاعتصام. اما كوني الافصاح عن ذلك، تدخل بعض الفلول وتدخل بعض الاساتذه المحامين الصغار السن، فانا لا اقبل وموقعي وخبرتي لا تسمح ان اشارك في اجراءات موصومه بعدم الحيدة. بقى دلوقتي إجراءات دعوى الرد ومن القائمين عليها هي المتشكك فيها. لذلك فأنا أقرر بمسؤوليتي أمام الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا بعدم مسؤوليتي عن الحكم في هذه القضية وعدم مسؤوليتي عن إجراءاتها، وأحمل جميع الأساتذة المحامين اللي حضروا النهاردة مسؤولية عصيان قرار إضراب ثورة شباب محامين مصر، والله المستعان. شكرا جزيلا.